أنا وبناتنا طلبة وطلاب الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في مدارسنا مدارس الإيمان الخاصة. نرحب بكم في مراجعة عامة على بعض دروس القراءة في مادة اللغة العربية. أولا، درس الحرية. استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت غرة تموء بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا. طبعا القطعة دي من درس الحرية للكاتب الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، كان بيتكلم فيها عن أهمية الحرية، وكان بيقص علينا قصة خيالية لقطة كانت محبوسة عنده في الغرفة. كلنا عارفين الدرس. نبدأ مع بعض. ما مرادف تلح؟ ما مرادف تلح؟ تلح مرادفها موجود في القطعة، تلح في ذلك إلحاحا غريبا بمعنى تصر. مضاد استيقظت نمت، مضاد استيقظت نمت. جمع هرة هرر، جمع هرة هرر. يبقى مرادف تلح تصر، مضاد استيقظت نمت، وجمع هرة هرر. علامة استيقظ الكاتب. استيقظ الكاتب على صوت هرة، على صوت هرة تموء بجانب فراشي. يبقى علامة استيقظ الكاتب على صوت هرة تموء بجانب فراشي. ومتى استيقظ؟ متى استيقظ الكاتب؟ استيقظت فجر يوم من الأيام. يبقى هنا لو حبيت أحدد الزمان والمكان بتاع القصة، الزمان فجر يوم من الأيام، المكان جانب فراشي في الغرفة، الأشخاص معايا في القصة الكاتب والهرة. فكده أدي العناصر بتاعة القصة عندي. الزمان هو فجر يوم من الأيام، والمكان هو فراش أو بجانب الفراش في الغرفة، والأشخاص أو الشخصيات اللي معايا الكاتب والهرة. المشكلة هي عدم شعور القطة بالحرية، عدم شعور القطة بالحرية. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. الحرية هي الحياة. الحرية هي إيه؟ هي الحياة. جملة اسمية. نوع الخبر هنا إيه في الحرية هي الحياة؟ الحرية هي الحياة. نوع الخبر خبر جملة اسمية. الحرية مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. تمام. ممتاز يا ياسر. يبقى الحرية مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، والحياة خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة الاسمية هي الحياة في محل رفع خبر المبتدأ الأول الحرية. نرجع للسؤال، ما الحرية كما فهمت من الفقرة؟ الحرية إيه هي؟ زي ما موجود في الفقرة عندي إن الحرية هي الإيه؟ هي الحياة. الحرية هي الحياة. تمام، الحرية هي الحياة. بما شبه الكاتب، ممتاز يا لينا، ممتاز يا ياسر، بما شبه الكاتب حياة الإنسان بدون حرية؟ شبهها بأنها إيه؟ أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة اللي هي الدمية. أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال، يعني فاقد الإرادة، إنسان فاقد الإرادة. مضاد الحرية. مضاد الحرية العبودية. مضاد الحرية العبودية أو القيد. العبودية أو القيد. تمام، العبودية، ممتاز. يوسف ياسر ولينا مهند، ممتاز. يا مضاد الحرية العبودية. جمع الحياة الحيوات. جمع الحياة الحيوات من غير الألف المادي اللي بعد الياء، الحيوات. تمام كده، الحيوات. مفرد اللعب اللعبة. مفرد اللعب اللعبة. مضاد المتحركة. مضاد المتحركة الثابتة والساكنة والمقيدة. تمام، يبقى مضاد الحرية العبودية، جمع الحياة الحيوات، مفرد اللعب
اللعبة مضاد المتحركة الثابتة والساكنة. القطعة اللي بعدها: فقلت لعلها جائعة فنهضت. فنهضت. فقلت لعلها جائعة فنهضت وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه. فقلت لعلها ظمأة فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان. القطعة اللي معانا هنحاول نعرف فيها بعض الكلمات. يعني أول كلمة نحطها للإعراب كلمة جائعة. جائعة لا نظر للقاء دلوقتي، جائعة نعربها إيه؟ حاول تعرب معايا كده. يلا يا لينا، ياسر، جنى، مهند، يوسف، يلا نحاول نعرف جائعة. خبر لعل، كمل الإعراب. خبر لعل ماله؟ خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضم. خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. نوع الخبر هنا مفرد. نوع الخبر مفرد، تمام. طيب، أنشأت تنظر إلي نظرات. تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها. طيب نعرف نفسها إيه؟ نعرف نفسها تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان. نعرف نفسها؟ ها؟ ندي فرصة كمان لغيرنا؟ تمام، هي فاعل، فاعل مش مفعول به، فاعل، تشتمل فعل، تشتمل فعل، هنا جملة فعلية، أركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل، تشتمل فعل، مين اللي هتشتمل؟ نفسه، تشتمل فعل، مين اللي هتشتمل؟ نفسها، يبقى نفسها فاعل، مرفوع علامة رفع الضمة، وما ننساش نعرف الضمير المتصل. احنا خدنا الضمائر السنه دي، ما ننساش نعرف الضمير المتصل. يبقى نفسها فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، والضمير هنا اللي هو الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، محل جر مضاف اليه. طيب تمام، احضرت لها. لها نعرف لها دي ايه؟ احضرت لها. ها شطار، يلا نعرب لها ايه؟ اللام حرف جر. لها دي اللام حرف جر، والهاء برضو ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني. لام الحرف جر بتدخل على ايه؟ حرف الجر بيدخل على اسم مجرور، يبقى هنا اللام دي حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، في محل جر ايه؟ اسم مجرور. طيب نرجع للمرادفات اللي معانا. مرادف عافته. مرادف عافته يعني كرهته ولا نفرت منه ولا عفت عنه. اقرأ الاختيارات كلها، ما تختارش اول اختيار تحس ان هو صح وتقول هو ده، لا اقرأ كل الايه، كل الاختيارات. عافته معناها كرهته ولا نفرت منه ولا عفت عنه ولا الاولى والثانيه؟ ها؟ الأولى والثانية. مفرد مرادف عافته يعني كرهته ونفرت منه، كرهته ونفرت منه، يبقى الأولى والإيه؟ الأولى والثانية. طيب مضاد ظمأ. مضاد ظمأ، ظمأ يعني محتاجة للشرب، محتاجة للمياه، يبقى عكسها إيه؟ ها؟ ريا. ريا يعني مروية، تمام كده، يبقى عكسها ريا مش عطشانة، معناها عطشان. ظمأة معناها عطشان لكن عكسها ريا. جمع طعام. جمع طعام. جمع طعام أطعمة، تمام مظبوط. جمع طعام إيه؟ أطعمة. جمع طعام أطعمة، تمام. مرادف أنشأت، تمام كده شطار. مرادف
أنشأت، اللي هي أنشأت، أنشأت تنظر إلي نظرات، أنشأت تنظر إلي إيه؟ ها؟ نظرات. أنشأت معناها بدأت ولا أسست ولا كونت ولا كل ما سبق؟ ها؟ أنشأت معناها بدأت، معناها بدأت، معناها إيه؟ بدأت. يبقى أنشأت معناها بدأت. تمام. ماذا تمنى الكاتب بعد هذا الموقف الإنساني؟ ماذا تمنى الكاتب بعد هذا الموقف الإنساني؟ الموقف الإنساني المقصود به هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان، إن هو صحى من نومه واهتم لأمرها وحط لها الماء وحط لها الطعام، مهتم بيها جدا. تمنى أن يكون إيه؟ يعلم لغة الحيوان، يعني يكون مثل سيدنا سليمان عليه السلام. ليه؟ ليفهم لغة الحيوان. تمام، شطار زي ما تقول له كاتب كده. يبقى تمنى الكاتب بعد هذا الموقف الإنساني أن لو كان سليمان، والمقصود بسليمان اللي هو سيدنا سليمان، ليفهم لغة الحيوان. تمام. الدرس اللي بعده صيانة المال العام. صيانة المال العام، نحن نتمتع في حياتنا اليومية بكثير من المرافق العامة كالقطارات والسيارات والحدائق العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس وغير ذلك. درس صيانة المال العام من الدروس المهمة اللي بيجي لنا أوقات كتيرة كموضوع تعبير. كموضوع إيه؟ كموضوع تعبير. وكذلك درس الحرية. طيب، صيانة المال العام. أول في القطعة خالص بيقول نحن نتمتع في حياتنا اليومية. نعرف كلمة اليومية إيه؟ اليومية. نحن نتمتع في حياتنا اليومية. نعرف كلمة اليومية إيه؟ يلا شطار، ها؟ يا ريت اللي يعرف يعرف إعراب كامل. يعني اللي كتب مضاف إليه يكتب مضاف إليه إيه؟ اللي كتب نعت يعرف نعت إيه؟ تمام كده؟ لو مبتدأ اكتب مبتدأ إيه؟ حرف جر، أي إعراب اكتبه كامل. نحن نتمتع في حياتنا اليومية. قبل ما نعرف تعال نبص كده على كلمة حياتنا اليومية. حياتنا معرفة. حياتنا إيه؟ معرفة. خدها قاعدة كده، لما تيجي تعرف ما تبصش على الكلمة اللي مطلوب منك إعرابها بس، لازم تسأل عنها إخواتها في الجملة. إخواتها في الجملة يعني اللي قبلها. حياتنا دي معرفة. معرفة؟ آه، معرفة بالإضافة. إحنا خدنا النكرة والمعرفة في صف سادس. حياتنا دي معرفة أهي، معرفة بالإضافة. واليومية معرفة بالألف واللام. يبقى معرفة بعد معرفة. يبقى هنا نعم. يبقى هنا إيه؟ نعم. النعم بعرفه حسب ما قبله اللي هي كلمة حياتنا. طب وحياتنا معروفة إيه؟ إعرابها إيه؟ نشوف اللي قبلها. في حياتنا، يبقى حياتنا اسم مجرور. يبقى اليومية ده نعت مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسر. تمام كده؟ لما باجي اعرف ببص للكلمة اللي قبلها، القاعدة بتقول كده اسأل عنها اخواتها عشان تفهم معنى الجملة. يبقى اليومية هنا نعت مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسر. تمام. طيب لما اقول نحن نتمتع، الخبر هنا نوعه ايه؟ نحن نتمتع، خبر نوعه ايه؟ خبر نوعه جملة فعلية. الخبر نوعه جملة ايه؟ جملة فعلية، اللي هي كلمة نتمتع، لأن ده فعل وفاعل. نتمتع ده فعل وفاعل، يبقى الخبر هنا جملة ايه؟ جملة فعلية. تمام كده. يبقى نحن نتمتع في حياتنا اليومية بكثير من المرافق العامة. أي برضو العامة نعت مجرور. نعت مجرور. ما مفرد المرافق؟ ما مفرد المرافق؟ مفرد المرافق ايه؟ مرافق جمع تكسير. المرفق تمام، جمع الحياة خدناه في القطعة اللي قبلها. الحيوات جمع الحياة الحيوات. تمام. مضاد العامة، مضاد العامة الخاصة. تمام شطار. يبقى مفرد المرافق المرفق، جمع الحياة الحيوات، مضاد العامة الخاصة. تمام شطار. ما المرافق العامة كما فهمت من الفكرة؟ الفكرة هنا فيها مرافق عامة كتير، اللي هي المقصود بها هنا ايه؟ ها؟ اللي هي ليست ملك لشخص معين،
لا هي ملك لجميع ابناء الوطن، لانها اقيمت بمال جميع الوطن. هو مش عاوز هنا تعريف المرافق العامه، هو مش عاوز تعريف المرافق العامه، هو عاوز امثله للمرافق العامه. ما المرافق العامه هنا؟ اللي هي القطارات والسيارات والحدائق العامه والمستشفيات الحكوميه والمدارس. تمام كده؟ ولو عاوز تزود في الاجابه تكتب انها اقيمت بمال الشعب، فهي ملك لجميع ابناء الوطن. طيب زي ما هي ملك لجميع ابناء الوطن، يبقى واجبنا نحوها ايه؟ الحفاظ عليها، الحفاظ عليها وحسن استخدامها. القطعه اللي بعدها، وهذه المرافق تمتلكها الامه كلها. هذه المرافق تمتلكها الأمة كلها لأنها أقامتها بمال أبنائها، فكل منا يشعر بملكيته لها وعليه أن يرعاها ويحافظ عليها. ليه؟ أحافظ عليها ليه؟ حتى تبقى سليمة، حتى تبقى سليمة ويمكن الانتفاع بها إلى أقصى حد. ناخد كلمتين كده نعربهم برضو في القطعة، يعني مثلا كلمة كل، كل نعرف كل هنا ايه؟ نعرف كل هنا ايه؟ الأول نبقى متفقين إن كل دي كلمة عادية ملهاش إعراب خاص، كلمة عادية ملهاش إعراب خاص. نتفق كمان على نقطة، هنا الجملة بتبدأ من الفصل، الجملة بتبدأ من الفصل أو من أول القطع أو من أول الفعل. يبقى تمام كده انا وضحت، فالاجابات جت اهي. يبقى كل دي مبتدا، كل دي معناها ايه؟ مبتدا، مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه. تمام كده، مبتدا مرفوع وعلامه رفع الايه؟ الضمه. طيب نعرف كمان لما نقول هنا تمتلكها الامه، تمتلكها الامه، نعرف الجمله دي كلها ازاي؟ نعرف تمتلكها الامه ازاي يا شباب؟ تمتلكها الأمة، أعرف أنا؟ يلا شطار، ها تمتلك والهاء والأم، تمتلك تمام، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم. يبقى تمتلك ده إيه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الإيه؟ الضم. والهاء اتفقنا ان احنا خدنا درس الضمائر، عندك ضمير متصل اهو، الضمير ده ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. شطار شطار، شكرا شكرا لكم كلكم. ضمير متصل مبني في محل، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والامه طبعا فاعل، فاعل مرفوع على رفع الضم. يبقى لازم لما اجي اعرف ارتب الجمله الترتيب الطبيعي بتاعها، ارتب الجمله الترتيب الطبيعي ايه بتاعها. طيب اخر سؤال في الاعراب، لانها الهاء ده عارفها ايه؟ لانها الهاء دي اللي انا مظللها نعربها ايه؟ احنا اتفقنا خلاص ان هو ضمير متصل، اتفقنا ان هو ضمير متصل، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ايه؟ اسم ان. تمام، بس ما بقولش اسم ان منصوب، لازم اقول ولا بالفتحه، لا لازم اقول ضمير متصل اديله اعرابه هو الاول، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. تمام كده، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ايه؟ اسم ان. ناخد الاسئله، ما مرادف يرعاها؟ ما مرادف يرعاها؟ يرعاها معناها يهتم بها يصونها، يبقى يهتم بها او ايه؟ او يصونها او يحفظها، الثلاثه صح. يبقى يرعاها معناها يهتم بها يصونها يحفظها يحافظ عليها. تمام كده، ما مضاد سليمه؟ ها ما مضاد سليمه؟ مضاد سليمه ايه؟ ينفع محطمه، ينفع ايه؟ محطمه. مضاد سليمه محطمه، تنفع حاجه ثانيه؟ مهمله، مضروره. تمام، مفرد ابناء، ابن جمع الامه،
الأمم، جمع حد، حدود، مضاد أقصى. مضاد أقصى، تمام، كلكم شطار والإجابات واضحة يعني. مضاد أقصى أدنى وأقرب. مضاد أقصى لأن أقصى معناها أبعد، مضادها أدنى. من يمتلك المرافق العامة ولماذا؟ موجود في القطعة قدامي يعني. هذه المرافق، لازم أقرأ القطعة كويس جدا، هلاقي فيها بعض الإجابات. يمتلك المرافق العامة، تمتلكها الأمة كلها. لماذا؟ لأنها أقامتها بمال أبنائها. أنا ظللت على الإجابة إيه؟ يبقى هذه المرافق تمتلكها الأمة كلها لأنها أقامتها بمال أبنائها. تمام شطار. ما دورنا نحو المرافق العامة؟ ما دورنا نحو المرافق العامة؟ ها؟ موجود برضو في القطع. تمام. نرعاها، نحافظ عليها كي تبقى سليمة، ونندفع بها إلى أقصى إيه؟ حد. شطار. القطعة اللي بعدها، إن صيانة المواطن للمال العام واجب تمليه عليه عقيدته، لذا فهو يحرص عليه كما يحرص على ماله الخاص، لأنه يعلم أن المال العام هو مال جميع أفراد الوطن، وأن الاستيلاء عليه أو التفريط فيه يعد جريمة. ثاني، إن صيانة المواطن للمال العام واجب تمليه عليه عقيدته. نعرف كده كلمة واجب وكلمة عقيدته. ها؟ نعرف كلمة واجب وكلمة عقيدته. إعرابات بسيطة وواضحة. إعراب واجب. ها؟ إن صيانة المال العام، تمام، خبر إن. خبر إن مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضم. يبقى خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم. تمليه عليه عقيدته. تمليه عليه إيه؟ عقيدته. عقيدته نعرفها إيه؟ تمليه فعل. تملي فعل. مين اللي هتملي؟ العقيدة. يبقى العقيدة فاعل. فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. وننساش نعرب الهاء. هاء الضمير. ضمير متصل هنا. مبني في محل جر المضاف إليه. طيب الهاء ده هي بتاع التمليه. عارفين إعرابها إيه؟ تمليه. دي كلمتين مع بعض. تمليه. الهاء دي نعربها إيه؟ تمليه عليه عقيدته. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ضمير متصل مبني في محل نصب إيه؟ مفعول به. طيب ما مرادف التفريط؟ ما مرادف التفريط؟ التفريط معناها أو التفريط فيه يعد جريمة. ها؟ يبقى التفريط دي معناها إيه؟ معناها التضييع. معناها التضييع. ومضاد صيانة حفظ. مضاد صيانة حفظ. مفرد أفراد فرد، جمع جريمة جرائم. يبقى مرادف التفريط التضييع أو الإهمال أو الإنقاص. مضاد صيانة حفظ وعناية واهتمام. مفرد أفراد فرد، جمع جريمة جرائم. كيف يحرص المواطن على المال العام ولماذا؟ كيف يحرص المواطن على المال العام ولماذا؟ يحرص المواطن على المال العام ازاي؟ لسه قلناها في القطعه اللي فاتت اهي. نرعاها ونحافظ عليها. لماذا؟ حتى تبقى ايه؟ تبقى سليمه. طب برضه نحرص ازاي؟ نحافظ عليها ازاي؟ نحافظ عليها بحسن الاستخدام. حسن استخدام، عدم الاهمال، الصيانه الدائمه. ان انت تعامل المال العام ده كانه مال الشخص. أشياءك الخاصة أنت بتحافظ عليه. طيب لماذا؟ لأنه واجب ديني، زي ما الرسول حذر من أن تضييع المال العام أو التفريط فيه، أن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة. طيب يحرص عليه كما يحرص على ماله الإيه؟ الخاص. دي الإجابة. طيب ما الفرق بين المال العام والمال الخاص؟ ما الفرق بين المال العام والمال الايه؟ المال الخاص.
إن المال العام هو مال جميع أهل، المال العام هو مال جميع أفراد الوطن، زي المستشفيات الحكومية، المدارس الحكومية، القطارات، ده كله مال جميع أفراد الوطن، يبقى ده المال العام. طب والمال الخاص؟ المال الخاص هو ملك الشخص نفسه، بأموال الشخص نفسه، بأموال الشخص نفسه. الدرس اللي بعده سبيل النجاح. سبيل النجاح، مع إشراقة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف إلى مكتبه، والتاجر إلى متجره، والعامل إلى محل عمله، والطالب إلى مدرسته، فهؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها. ثاني، مع إشراقة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف إلى مكتبه، والتاجر إلى متجره، والعامل إلى محل عمله، والطالب إلى مدرسته، فهؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها. لازم تقرأ صح، هتقرأ القطعة صح هتفهم صح، اقرأ صح تفهم صح هتحل صح، لكن لو قرأت غلط هتفهم غلط وتحل غلط. قراءة القطعة قراءة سليمة هتساعدك في نص الإجابة. نعرف هؤلاء كده يا شباب، هؤلاء نعرف هؤلاء ضمير ولا اسم إشارة؟ هؤلاء اسم إشارة، يبقى بنكتب اسم إشارة. اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. اسم الإشارة إعرابه زي الضمير بالظبط، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، تمام كده؟ يندفعون، يندفعون، خدنا القاعدة دي في صف سادس الترم الثاني. يندفعون، يندفعون نعربها إيه؟ فعل مضارع ماله، لا اعرب لي كامل، فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي بيترفع بالواو جمع المذكر، مش الفعل المضارع. يندفعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل. يبقى يندفعون، تمام كده لينا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل. الإعراب كامل كده، لازم تكتبي واو الجماعة فاعل، لأن يندفعون ده فعل وفاعل، تمام؟ يبقى بقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل. وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها. مضاد إشراقة إيه؟ مع إشراقة الصباح. إشراقة هنا في سياق الجملة معناها إيه؟ إشراقة ضدها. مضاد إشراقة هو الغروب، تمام. مع إشراقة الصباح يبقى إشراقة ضدها غروب أو اختفاء. جمع رأس، جمع رأس رؤوس، جمع رأس رؤوس. مرادف متجره اللي هو الموظف إلى مكتبه والتاجر إلى متجره، تمام. رؤوس بتتكتب بالهمزة على السطر مش على الواو. يبقى المتجر هنا اللي هو المحل، المتجر اللي هو المحل. مفرد حوائجهم، مفرد حوائجهم، ما هو مفرد حوائجهم حاجة،